نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. سائل يسأل ويقول: ما نصيحتكم في قضية يحيى الحجوري؟ فإن لنا في لندن شباب يدافعون عنه ويتبعونه، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذه المسألة قد تكلمنا عليها من قديم، والذين يدافعون عن هذا الرجل أحد شخصين: إما أنه يجهل ما عنده ولا يدري ما عنده من انحرافات وضلالات فيعرف، إذا كان يبحث عن الحق يعرف بالتي هي أحسن لعله يرجع إن شاء الله، وإما شخص يعرف ما عنده من بلايا وخزايا وضلالات وانحرافات، فهذا يأخذ حكمه ويلحق به، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فإن الرجل قد تكلمنا ورددنا عليه من قديم ومن حديث، فلا أدري الأمور التي وقع فيها هذا الشخص المجموعة فيه، لو أنها فرقت على أفراد لبدع الواحد منهم بواحدة، كيف وقد اجتمعت فيه؟ ومن ذلك دعواه وافتياته على مقام النبوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ في وسائل الدعوة، ورميه للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الموبقة، بل وقوله بأمر أعظم حين أذن بنشر رسالة فيها التقرير، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل قوله إلا بدليل. أي دليل تريد أيها القبيح عندما تطلب من رسول الله الدليل؟ أما نقول الكتاب والسنة؟ أي سنة هذه؟ سنة من؟ أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ يقول الحسن البصري رحمه الله كما عند ابن أبي حاتم في الزهد: كانوا يقولون إنا يا رسول الله إنا نحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم هذا يقول أن قول الرسول لا يحتاج إلى دليل، لا يقول إلا بدليل، وأن الصحابة رضي الله بعد أول من قال بالإرجاع عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وأن من الصحابة من شارك في قتل عثمان كذب وفجر وألقم الحجر، ولا يفرق بين محمد بن أبي بكر الصديق هل هو صحابي ولا تابعي، ولا تصح نسبة هذا القول إليه، أعني إلى محمد وأنه شارك في قتل عثمان رضي الله عنه. بلايا وخزايا كثيرة بارك الله فيكم، ومسائل ومسائل. ثم بعد هذا يتذرع أناس، طعونه في أهل السنة، افتياته على أهل السنة، جهله بالحديث الذي يتصدر فيه، عندما يقول إن الحديث قد رأوا أخرجه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. هل هذا كتاب عزو أصلا حتى تعزو إليه تقول عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد لا يعرف معنى التخريج؟ بارك الله فيكم. ثم هذه الأشياء والأشياء تطاولت وتطاولت، أيما رجل عقد الولاء والبراء على أقواله غلو ليس له نظير، أثروا في الدعوة في كل مكان. من لم يقل بقول يحيى إذن قوله باطل، إذن هو حزبي، إذن هو كذا، عقدوا ألوية الولاء والبراء على مقالته وعلى قوله. هذا هو الابتداع في دين الله. فرقوا الأمة الإسلامية السلفية في كل مكان، وأنتم ترون وتنظرون وتسمعون في بلدانكم، ونحن يأتينا من كل مكان الطلبة قالوا كذا، يمشي بعضهم شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو كم يبقى هناك أياما وليالي يسيرة، ثم يرجع إلى بلدي في موسكو، يتصلون علينا من موسكو، إخوة حضروا أياما هناك ثم رجعوا
مذكرات عبيد حزبي فلان حدا عبد الرحمن عدني حزبي فلان حزبي. أنت تتكلم عن الاتحاد السوفيتي السابق وناس لا تعرف ممكن كيف تعبد الله ولم تنطق بعضها بالشهادة توزع إليها مذكرة فلان حزبي فلان حزبي فلان كذا فلان كذا. هل هذا من دين الله؟ تفرق الناس وتمزقهم على أمور وضلالات وانحرافات وافتياتات وكذب صراح مثل الشمس في رابعة النهار. رأينا هذا في اندونيسيا، كتابات عندي إلى الآن كتب ومغلفة مطبوعة في المطابع بحزبية عبيد وحزبية فلان وحزبية الوصابي وحزبية فلان وحزبية فلان. ما هذا؟ كل من لم يقل بهذا فهو حزبي ومبتدع. أعوذ بالله من الضلال. عقدوا ألوية الولاء والبراء على هذه المقالات الفاسدة الكاسدة. يقول عبد الحميد الحجوري هذا الذنب ليحيى في كتابه الذي أسماء الخيانة الدعوية حجر عثرة في طريق الدعوة السلفية، وإذا بهم يقرضه وقرأه وكذا يحيى ابن كذا، طبعا يهيلون الألقاب التي ليس له منها نصيب. يحيى الحجوري أنه قرأه وأذن بنشره. ماذا في هذا؟ انحرافات كثيرة منها أبيات شعرية تدل على الحلول والاتحاد، أنه لو أذابوه يحيى يعني لو أذابوه لصار لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقي. إيش هذه الحلولية ووحدة الوجود هذه؟ يحيى لو ذاب لحمه صار سنة، والذي يبقى من عظمه ونخاعه هو آيات الكتاب. ما قيلت هذا في رسول الله يا شيخ؟ ما قيلت هذا في أشرف خلق الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة هنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما في عند أحمد وغيره بسند صحيح. اختلف بعض الصحابة مع ابن عباس رضي الله عنه، يقول لهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقولون قال أبو بكر وعمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم هذا يقول ويقولون في هذا الكتاب لشاعر من هؤلاء الذين كتبوا الشعر في الثناء على هذا شعر ليس له خطام ولا زمام، يقول لو أذابوه لصار لحمه سنة ولكان آيات الكتاب الباقي، ويوصفونه بأنه إمام الثقلين يعني إمام الإنس والجن. يعني حتى الجن ما تركوهم، من لم يقل من الجن بأن يحيى إمامهم فهو إيش؟ أضل من حمار أهله عندهم. ما هذا؟ ما تركوا شجرا ولا حجرا ولا مدرا ولا إنس ولا جن. يا إخوتا، دين الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام جاء للناس بالهداية. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء ما نزلوا في بلد إلا صاروا نقمة على أهلها، يجرمون الناس ويحزبونهم على مثل هذه الانحرافات. ماذا تريد يا أخي؟ الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الإيضاحات، قد بين الصبح لكل ذي عينين لمن أراد أن ينظر. ثم بعد هذا نفتات، زد على هذا، يعني هذا من أقول هذا جزء وجملة مما عند هذا الرجل من انحرافات عقدية وإلى آخره وعلمية شنيعة لا يتكلم عنها صغار وصبيان التوحيد وأطفال التوحيد. أما من حيث السلوك وبذاءة اللسان وقبح اللسان، فحدث من هذا ولا حرج. أقول فحدث من هذا ولا حرج. أنا استمعت، جاءني بعض الطلبة لما ذر قرن أبي الفتن أبو الحسن المصري المأربي، بدأت فتنته في ذاك الوقت، جاءني بعض الطلبة قالوا هذا يحيى الحجوري رد. ومن عندهم في ثلاثة أشرطة حتى يقال أنه أول من تكلم، كأن الأولية هنا مهمة.
المهم أن تتكلم بعلم ما تتكلم بجهل، أول ولا آخر ولا وسط. الله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا. استمعت إلى هذه الثلاث أشرطة والله يا أخي أعوذ بالله ليتني لم أستمع إليها من القبح الذي فيها، مع أنني رددت على أبي الحسن وأرى أنه من ضلال هذا الزمان ومنحرف، وكتبنا في هذا في الرد عليه، لكن يجب أن يكون الرد بعلم. الإمام ابن تيمية يقول كما في ردي على البكري: العلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. العلم شيئان، إما نقل محقق إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. قم يا فلان، ماذا عندك على أبي الحسن؟ عندي أنه كذا كذا كان يفعل ما أدري إيش، تبا له ما أدري إيش. قم أنت يا فلان، عنده قصيدة، بل عليه لا تبل عليه، كله كذا له، بل لا تبول كذا ما أدري إيش، قبائح ألفاظ نابية. فلما سألني الإخوة بعد أن أعطوني بعد أيام، قلت من أسوأ ما سمعت في حياتي هذه الأشرطة، لما فيها من القبح والبذاءة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا رضي الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم أرضهم، يقتفون أثره، سب شتام 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 شتام، أعوذ بالله، كل من رماه بألفاظ قبيحة تدل على حنق شديد، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، لا تشغلون بمثله، فقد تكلمنا وردنا عليه من قديم، وما يزاد الأمر إلا الحمد لله وضوحا للذي كان مضطربا أو مترددا. نعم.